أما الموشح اللي هنسمعه في حلقة الليلة اسمه محي الغرام يا مشتاق للمرحوم سفر علي، وهنسمع برضو موشح تاني باسم المؤلف نفسه باسم سفر علي. من أشهر أعمال سفر علي اللي يمكن كلنا بنفتكرها نشيد إسلامي مصر إنني الفدا، اللي كان بيعتبر النشيد القومي للجيل الماضي. سفر علي ليه أعمال موسيقية كتيرة، وبيعتبر مدرس لمعظم الجيل الحاضر من الملحنين ومن المطربين. بيصاحب الموشح رقصات من تصميم أحمد عبد الحليم، وبيؤدي الموشح ثلاثي النغم. Thank you.